اخيرا فيديو جديد على اليوتيوب. ما تدرون ايش كثر شعور حلو وشعور جميل ان الواحد يرد يسوي الشيء اللي يحبه. ما تدرون ما تتخيلون ايش كثر الواحد وده يسوي هالشيء، بس وايد امور قاعد تشغله عن هالشيء. يعطيكم العافية، معاكم عبد الرحمن الخميس من قناة شف. أول شيء لا تنسى تسوي سبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهات زيادة. ندخل الحين في الموضوع. ما تتخيلون إيش كثر كل يوم كل ما أبطل السوشيال ميديا ألقى كومنتات، متى بتسوي فيديو يوتيوب؟ متى بتسوي فيديو يوتيوب؟ توقفت يوتيوب؟ ما تدرون إيش كثر هالكومنتات قاعد تونسني، لكن بنفس الوقت قاعد ضيق خلقي، قاعد تونسني إنكم قاعد تسألون عني وإنكم حابين الفيديوهات اللي قاعد أسويها وحاسين إنكم محتاجين تبون بعد. قاعد ضيق خلقي إن أنا مو قادر أسوي هالفيديوهات، وايد قاعد ألهب وايد أمور. عندي شغل الشركة، عندي شغل البيت، عندي أمور وايد. لكن الحين اكتشفت شغلة، اكتشفت إن أنا قاعد أحط أعذار حق نفسي، بالضبط نفس لما أول ما بديت القناة. قلت إن هذه قناة جديدة، لازم يكون لها ستب معين، لازم أجهزها تجهيز معين. أنا توني مبلش القناة، الناس ما تعرفني، لازم أسوي. راح أبلش مثلاً، راح أبلش لما يكون عندي الإضاءة الفلانية، وممكن بعدين أجيب الإضاءة. بعدين عقب ما أجيب الإضاءة أقول الله حالاته يكون عندي هذه العدسة، وانطر ما اسوي الفيديو لين اجيب العدسة. بعدين ها ما راح ابلش لين اضبط الاستوديو واسوي لي مكان مناسب حق التصوير، وهم نفس الشيء اوقف. سلسلة اعذار احطها حق نفسي ما تخلص، واتوقع وايد من الناس عندهم هالمشكلة. لما تحط ببالك تبي تسوي شيء وتكون حاب انك تسويه، بعدين فجأة تلقى تكسل او تخاف او تبطل، تحاول تلقى لك اعذار انك ما تسوي. شنو الاسباب؟ طبيعة بشرية، ممكن خوف، ممكن كسل. هذا البداية اول ما بلشت، لكن الحين اكتشفت ان هم قاعد احط اعذار لكن بطريقة مختلفة. بالبداية كنت قاعد اقول ان هذه قناة جديدة ما حد يعرفها، لازم ولازم ولازم. الحين قاعد اقول انا عقب ما رديت من سديم لازم تكون ردتي قوية، لازم اسوي لي سيزن مرتب، لازم اغير السيتب، ولازم اسوي وما ادري شنو، واسوي واسوي وارجع، لازم رجعتي تكون رجعة قوية. وقاعد انشغل باشياء ثانية. الحين اكتشفت ان يعني اذا ما في وقت الحين تجهز هالشغلات انك ترجع رجعه قويه، يعني انك تبطل اليوتيوب ما تسوي فيديوهات. لا لا، انا الحين استوعبت هالشغله. ما يعني ان انا ابي ارجع بشكل كبير وعقب سديم وانا ابي اسوي شغلات وصار في ناس ومتابعين للقناه لازم ان انا يا اسوي الشيء الكبير يا ان انا اقطع. غلط، هذا اكبر غلط. اكتشفت ان صناعه المحتوى الميكينج فيديوز مثل العضلة، يبيلها لياقة. إذا أنت كل يوم تتمرن كل يوم تتمرن راح يصير عندك التمرين سهل، لكن تخيل إنك تقطع هذا التمرين فترة طويلة بعدين تيجي تقول أنا أبدش بطولة. مستحيل مستحيل. تي أنت قاطع ومو متمرن ومو متليق بعدين تيجي تقول أنا أبدش بطولة وصارك فترة أنت قاطع، هذا راح يذبحك، راح يخليك يا إنك مرة واحدة ما ترجع تلعب، راح تحوشك إصابة، أو أن أنت راح تنقطع عن اللعبة. فبالضبط هذا اللي قاعد يصير، وخصوصا ذاك اليوم عقب ما حطيت فقرة الأسئلة بالإنستغرام جتني وايد أسئلة بنفس الموضوع. ناس وايد قاعد تعاني من الكسل، ناس وايد قاعد تعاني من الإحباط، ناس وايد قاعد تعاني من التأجيل والتسويف، نفس بالضبط كلنا اللي قاعد نمر فيه. فقلت هذا الوقت المناسب أن أنا أتكلم فيه. أنا حاليا مثلا الاعذار اللي كنت قاعد احطها حق نفسي اليوم لما قلت الحين جتني هذه فكره ان ابي اسوي الفيديو، اول شغله قلت ان اليوم ما عندي وقت مضبوط. الحين انا اصلا عندي نص ساعه ولازم اروح اجيب بناتي. قلت حبيبي بهالنص ساعه لازم انت تسجل الفيديو، مو بتسوي فيلم هوليوود، هالنص ساعه بضبط كل شيء وبتسوي الفيديو خلال هالنص ساعه كيفك. بعدين قلت انها لازم اروح حلاق، انا من زمان مو طالع. يعني شوف الاعذار، شوف الاعذار حبيبي، كل يوم تلقى لك عذر. لما تقول الحين انا ابي اسوي فيديو، الحين انا ابي اصور، الحين انا ابي انزل فيديو، خلاص كل شيء لازم ينتهي. لما تقرر عندك 5 ثواني، اذا ما اتخذت القرار خلال ال5 ثواني راح تاجله. You've only got 5 seconds to take action. Otherwise it's gone. هذه قاعده مشهوره، ال 5 seconds theory. 5 ثواني عندك، اذا جاء القرار ببالك او جت الشغله ببالك ما اتخذت القرار خلال ال5 ثواني راح تخليه وراح تاجله. لكن اذا خلال ال5 ثواني قمت وقلت الحين راح اسويه راح تقدر تكمل فيه. فأنا قلت الحين راح أسجل، الحين يعني راح أسجل على طول. حطيت كل شيء، حطيت الكاميرا، مو مجهز سكريبت، حطيت قلت إنه ها لازم أجهز سكريبت، مو مجهز سكريبت، حطيت الكاميرا أبي أتكلم بالشيء اللي أنا قاعد أحس فيه. ما أدري هل إن الكلام اللي راح أقوله راح يطلع مفيد ومرتب والناس راح تستفيد منه وراح تستمتع، ولا راح يكون كلام عام، بس قلت إن أنا بحط الكاميرا وبصور وبقول اللي أنا قاعد أحس فيه.
وبعدين اشوف شنو اللي يطلع معي. من اللي اسالك الناس كانت قاعد تتكلم عن الاحباط، كلنا نمر بمراحل احباط كلنا، وانا اولكم نمر مراحل احباط من البيئه، من الناس اللي حوالينا، ممكن من اهلنا، ممكن من ربعنا، ممكن ما نلقى الدعم من حوالينا، يحوشنا احباط او نسوي فيديوهات وما نلقى نتيجه من هالشغله. طبيعي طبيعي. او من الكومنت اللي يعني انه اهلي انا احب التصوير لكن اهلي ما يدعموني في هالشغله وما يخلوني ان انا اتعلم. طبيعي الاهل يبون لك الافضل، هذا شيء احنا ما نشوفه ولا ما نلاحظه ولا ما نستوعبه الا بعدين بعد سنين. انا الحين صرت ابو وقمت اشوف هالشغله. طبيعي كل الاهل يبون حق عيالهم الزين، وطبيعي الستاندرد عند الاهل انه يبون عيالهم طبيب، مهندس، محامي، هالامور. فلما يقول لك ان لما تيجي تقول حق اهلك ان ابي اصير مصور او بيشتغل بالتصوير او بالاخراج، طبيعي راح تواجه مقاومه منها من الاهل. هالمقاومه ما تعني انهم ما يبون لك الخير او هم ضدك، هالمقاومه تعني انهم شايفين لك شيء ممكن افضل بوجهه نظرهم، مو شرط يكون هو الافضل لكن بوجهه نظرهم هو الافضل. عليك ان انت تحاول تشرح، تحاول تبين، مع الوقت ممكن يتقبلون ممكن ما يتقبلون. لكن مثلا انا مثال صار معي، انا في البدايه لما جيت ابي ادخل اعلام، انا في البدايه اهلي كانوا يبوني يا طب يا هندسه. مع الوقت اكتشفت ان انا ما اقدر ولا اصح في هالمكان ولا احبه. لما قلت ان انا بدخل اعلام، في بعض من اهلي لقيت منهم تأييد وبعضهم لقيت منهم ان لا، معارضه، ان شنو اعلام شنو تبي تصير ولا شنو هالشغله. مع الوقت المؤيد والمعارض لما بديت انا اشتغل وبديت انا انجح وبديت انا اطور نفسي في هالمجال، قاموا يحبون الشيء اللي انا قاعد اسويه وقمت القى منهم دعم. لكن مو على طول، مو اول شهر، مو اول شهرين، مو اول سنه، مو اول سنتين، بعد وقت طويل يلا لقيت هالدعم. مثلا ابوي الوالد الله يحفظه في البدايه كان مو عاجبه شنو يعني قاعد تسوي فيديوهات ولا قاعد تصور ولا قاعد تخرج. بعدين مع الوقت لما قامت تطلع لي اعمال بالتلفزيون، لما كان ينكتب اخراج عبد الرحمن الخميس كان يزعل، كان يقول ليش مو كاتب عبد الرحمن ايوب الخميس؟ فصار فيني انا الثالث ان انت فخور تبي اسمك ينحط هني. اول انت كنت معارض ممكن هالشغله، لكن الحين تبي اسمك ينحط في هالعمل لان انت فخور في هذا العمل، فخور في ولدك اللي سوى هالعمل، فتبي ينكتب عبد الرحمن ايوب الخميس. فبكل اعمالي صارت بدال ان انا اكتب عبد الرحمن الخميس شيء مختصر، انا افتخر ان انا احط اسم الوالد وهو يفتخر ان هذا ولده اللي هو مسويه. فقمت اكتب اخراج عبد الرحمن ايوب الخميس. هذه النقطه اللي انا ابي اوصلها، لازم انت تسوي الشيء وتتعب عليه وتواجه الصعوبات اللي انت قاعد تمر فيها، تتحملها، تحاول تبين حق الناس، تحاول تشرح مو بالكلام، تحاول بعض الناس تحاول انه صح لازم تشرح لهم بالكلام خصوصا اهلك، وتحاول ان تبين لهم النقاط ووجهه نظرك. في ناس لازم تبين لهم هالشيء خلال نجاحك، خلال ابداعك في عملك تقدر انت توصل لهم هالشغله. اما انك تقعد مكانك وتحلطم وتلعن الوقت وتلعن الظروف، وانا الظروف ما خدمتني والناس ما ساعدتني وكل الناس واقفه ضدي ونظريه المؤامره، هذه ما راح تنفعك. بس سوي الشيء اللي انت تبي تسويه وحاب انك انت تسويه، وفي وسائل وايد انك تتعلم وتطور، وايد تقدر تحصل شغلات اللي انت تتعلم فيها. اما نقطة سالفة التأجيل والكسل، هذا شيء راجع لك، كان شغل، كان اهل، كان مصاريف، امور مادية، امور دراسية، تنظيم وقت، وايد امور تشغلنا. صحيح ان راح يكون عندنا صعب ان احنا نوفق بين كل هالاشياء، انا عندي مصاريف، عندي اهل، عندي عائلة، عندي شركة، عندي وقت احتاج نظمة، انا عندي مشكلة اعترف في تنظيم الوقت. دائما عندي مشكلة في الوقت. انا احيانا ساعات لما ابي اسوي وايد اشياء احط لي باليوم 10 مهام، يمكن هذه 5 10 مهام، زين احط لي ممكن 10 مهام ابي اسويها كلها مع بعض. منطقيا لما تشوفها ممكن صعب ان تنفذها كلها، لكن انا اكون مشتط وشاد حيلي ابي اسويهم كلهم. اكتشف باخر اليوم لما انا انضغطت من هالعشرة يمكن سويت 3 أو 2 من كثر ما انا حطيتهم مع بعض. ما يصير مو كل شيء تبي تسويه بنفس الوقت، لازم تعرف شنو تسوي اول، الاولويات اولى، الاهم بعدين المهم. ما يصير ان انا ابي اسوي كل شيء، مو سوبرمان بعد، انت في يوم واحد بتسوي كل شيء. رتب وقتك راح تقدر تسوي كل شيء، لكن انت فجاه نفس ما كنا قاعد نقول قبل شوي، مو مرتب ولا مليق نفسك ولا مسوي ولا شيء، فجاه قعدت من النصب انا بسوي كل هذا اليوم. بالنهايه احنا بشر وفي اليوم في 24 ساعه، انت عندك 26، عندك 30 ساعه باليوم، هذه مستحيله، ما في عندك 24 ساعه، لازم تعرف شلون ترتبها. انا اول واحد امر فيها المشكله، انا اول واحد يصير فيني انها لما احس اني اتوهق باكر خل اسوي هالشغله، باكر اسوي هالشغله، القى نفس مثلا الفيديوهات صار لي الحين كم شهر
مو منزل حتى فيديو لان انا ابي البيئه المناسبه 100% عشان اسوي هالشيء. على فكره البيئه المناسبه 100% ما راح تحصلها، ما راح تصير اليوم ولا راح تصير باكر ولا راح تصير عقب باكر، ما راح تصير اليوم ولا راح تصير باكر ولا راح تصير عقب باكر ولا عقبه ولا عقب سنه ولا عقب سنتين. دائما في ظروف ثانيه توقف بويك، فانت لازم شلون تعرف تتعامل معاها عشان تسوي هذا الشيء اللي انت حاب تسويه. ما تقول ان انا لا راح اشوف لي الوقت المناسب الوقت الفاضي، ما راح يجيك هالوقت الفاضي 100% عشان تسوي هالشيء اللي انت تبيه. دام انك انت حاب تسوي الشيء قرر وحطه الحين، نفذ الحين، لا تأجل. دام انك اجلت ما راح تقدر تسوي. فان شاء الله من الان انا اقول لكم راح ارجع مجموعة من الفيديوهات، راح احاول انزل فيديوهات حاليا، راح احط ببالي مو مهم بالنسبة لي ان انا يكون الفيديو على اكبر مستوى، انه يكون وانا اللي راجع من سدين فانا لازم يكون عندي اكبر فيديو. لا لا، حاليا ببالي ان انا دائما اوصل الصوت اللي انا ابي اقوله، دائما ابي اوصل الفكر اللي انا ابي اوصل للناس، ابي اوصل الفائده للناس، ابي اسوي فيديو انا ابي استمتع، ابي اسوي فيديوهات انا ابي استمتع. فمو وايد راح ادقق على ان كل شيء يكون كامل 100% لان اكتشفت ان هذا هو اللي قاعد يعطلني الفتره اللي طافت. فان شاء الله الفتره الجايه راح يكون في فيديوهات زياده، ان شاء الله الفتره الجايه راح يكون في دورات زياده، ان شاء الله الفتره الجايه راح يكون في تواصل اكثر بيني وبينكم. ابيكم انتم تقولون لي بالكومنتات هني، تعلقون شنو الشغلات اللي انتم محتاجين الحين الفتره هذه نتكلم عنها، شنو نوعيه الفيديوهات اللي محتاجين ان احنا نسويها، شنو نوعيه الفيديوهات اللي راح تستمتعون فيها اكثر. تحتاجون اشياء تعليميه، تحتاجون اشياء انترتينمنت ترفيه، تحتاجون اشياء فلوجز فاميلي فلوجز انا مع بناتي، انا هم زمان ودي اسوي فيديوهات مع بناتي. شنو نوعيه الفيديوهات اللي حاليا احنا محتاجينها في القناه؟ اتمنى انكم تكتبون لي بالكومنتات، واتمنى انكم هم تكتبون لي رايكم في هالفيديو بالكومنتات، وتقولون لي هل ان هذا الشيء لامسكم ولا لا، تقولون لي هل انتم قاعد تمرون في هالمشاكل ولا لا، تحسون نفس الاحساس ولا لا، وشنو الحلول المقترحة اللي انتو بوجهة نظركم حق هذه الشغلة. وبس هذا اللي عندي، معاكم اخوكم عبد الرحمن الخميس، شكرا ويعطيكم العافية. خلي عينك دايما مختلفة.